من قطع الأرض قد خططت ووزعت على المواطنين، سواء في منطقة العاصمة أو في الولايات المختلفة. والعمران يمتد ويتسع، والتخطيط لتوزيع المزيد من الأرض مستمر، ذلك أنه لا بد من تخطيط مدروس يميز بين المسكن والمصنع، بين المدرسة والسوق، حتى يأتي البناء المناسب في الأرض المناسبة، ويسهل بالتالي تقديم الخدمات المدنية التي هي من ضروريات المسكن الحديث. إن توزيع الأراضي على المواطنين يتم عبر 6 أقسام رئيسية، هي: قسم توزيع الأراضي، قسم السجل العقاري، قسم المساحة ودائرة تخطيط المدن، اللجنة القضائية، واللجنة الفنية. ولكل من هذه الأقسام اختصاصات معينة، وكلها تهدف إلى تنظيم التوزيع وصيانة ملكية المواطن وتحديد أرضه دفعا لما قد يحدث من مشاكل. أيها الأخوة المواطنون، إننا منذ بداية عهدنا رأينا أن الحركة التجارية تتم بصورة اجتهادات فردية في أسواق تقليدية، دون قوانين، وبمعزل عن التوجيه والرعاية. ولم يكن الحال بالنسبة للصناعة أفضل من التجارة، حيث كانت بعض الصناعات اليدوية البدائية في البلاد هي كل شيء. ولا يخفى أن الاقتصاد هو عصب الدولة وأهم أسباب قوتها وتقدمها، لذا وجدنا أن نواجه التوسع الهائل في الحركة التجارية خلال السنوات الأربع الماضية بإنشاء وزارة التجارة والصناعة. فحجم التبادل التجاري في عام 1970 كان 8 ملايين ريال عماني، وارتفع في نهاية 1974 إلى 136 ألف مليون ريال عماني. هذا التطور الكبير حدث بالمديرية العامة للتجارة أن تنظم دوائرها على النحو التالي: دائرة التجارة الداخلية، دائرة شؤون الشركات، دائرة السجل التجاري، دائرة شؤون المنتجات النفطية، دائرة العلاقات التجارية، ومكتب مقاطعة إسرائيل. كما نظمت المديرية العامة للصناعة ما يلي: دائرة المواصفات ومراقبة الجودة، دائرة إدارة المشاريع الصناعية، دائرة دراسة المشاريع الصناعية، ودائرة الصناعات المهنية. إذن لم يعد الأمر ارتجالا كما كان سابقا، أو اجتهادا فرديا، ولم يعد
ذلك السوق التجاري الخامل يتعامل بالمقايضات ويزاول الحرف التقليدية فقط، فقد أصبحنا نعيش حياة العصر تسير خطانا بناء على معطياته. أيها المواطنون، عمان العزيزة تزخر بالخير، وخيراتها ملك لشعبها الأبي، وإذا كانت عائدات النفط هي المصدر الرئيسي لدخلنا في الوقت الحاضر، فإننا ندرك أن لدينا مصادر أخرى وفيرة لا بد من استثمارها لندفع عجلة التنمية والتطوير بالسرعة التي نرجوها لهذه البلاد. ومن هذا المنطلق استحدثنا في العام الماضي وزارة للزراعة والأسماك والنفط والمعادن لتقوم بخدمات الأبحاث الزراعية والمائية وأبحاث التربية للمواشي وأبحاث التربة لرفع مستوى المزارع العماني وربطه بأرضه الحبيبة، إضافة إلى الأبحاث في وقاية المزارع والحيوانات من الأمراض والآفات التي قد تصيبها. وفيما يتعلق بالثروة السمكية، فإن الهدف هو توفير التسهيلات لزيادة عرض الأسماك للاستهلاك المحلي وتوفيره للمواطن بأسعار مناسبة ليساهم في خفض تكاليف المعيشة، ثم تصديره للخارج ليساهم في رفع مستوى دخل السلطنة. أما النفط مصدر دخلنا الأساسي حاليا، فقد عملنا على توسيع عمليات التنقيب والكشف عما تختزنه أرضنا الحبيبة من النفط، وثم التعاقد فعلا مع عدة شركات أجنبية للقيام بذلك. وبما أن الحكومة أصبحت تملك 60% من شركة تنمية نفط عمان، فقد تم تمثيل الوزارة في إدارة الشركة، ونحرص على الاستفادة من موارد الغاز الذي يصاحب عمليات الاستخراج، أي استخراج النفط، والذي كان غير مستغل، لكي نستفيد منه في تصنيع الأسمدة الكيماوية. وإلى جانب ذلك، فإن الأبحاث عن احتمال وجود العديد من المعادن كان مشجعا، وسوف يبدأ العمل قريبا إن شاء الله في تصنيع النحاس، ثم تصنيع غيره من المعادن التي قد توجد إن شاء الله. وبعون الله ستكون خطتنا الخمسية القادمة تعبيرا عن إرادة العمل البناء، استهدافا للرفاهية والازدهار والتقدم. أيها الأخوة، إننا شعب مسلم يعتز بإسلامه وإيمانه، ولذا
نضع تعاليم ديننا فوق كل اعتبار، ونستلهم من رسالة المسجد ما ينير طريق حياتنا ويضيء درب تقدمنا. إن الشؤون الإسلامية هي النبراس الوضاء الذي نحرص كل الحرص أن تشرق أنواره في جوانب أنفسنا وعلى ربوع بلادنا، وهذا الحرص يتجسد في عنايتنا بالناحية الدينية، في تعليمنا وتعاليمنا، سواء أكان ذلك في المدارس أو في الثكنات أو على صعيد المستوى الاجتماعي لبلادنا. إن هذا واجب ديني لا مجال للقول فيه. وتعرفون جميعا ما قامت به وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية امتثالا لأوامر الدين الحنيف وتطبيقا لتعاليمه السمحة. اللهم أعنا في ديننا ودنيانا، ووفقنا لما فيه رضاك. أيها المواطن، وسعيا منا لتحديث جهازنا الإداري في الداخل تمشيا مع ركب التقدم وخدمة للمواطنين في جميع ولايات السلطنة، فقد تم إنشاء مبنى جديد لوزارة الداخلية يهيئ الجو الصالح للعمل ويتيح للموظف أن يقوم بواجبه كاملا، كما تم إنشاء مبنى آخر لاستقبال الولاة وشيوخ القبائل ومن معهم من المواطنين من مختلف المناطق بعمان الذين يفدون إلى العاصمة في مهام من رسمية. وفي نفس الوقت نهتم بالحفاظ على مآثرنا وتراثنا من خلال اهتمامنا بترميم الحصون والقلاع التاريخية، تماما كما نشيد المباني الحديثة للولاة. وبما أن الإنسان العماني هو هدفنا أولا وأخيرا، فقد أعددنا برنامجا تدريبيا للولاة ونوابهم شمل 20 واليا ونائبا، بهدف الاطلاع على مفاهيم الإدارة الحديثة ومدى الاستفادة منها لرفع مستوى الإدارة المحلية في السلطنة. وسوف يتبع هذا فوق آخر من الولاة ونوابهم. لقد انشأت الوزارة مبنى جديدا لدائرة شؤون البلديات ليسهل اتصالها بالدوائر البلدية المختلفة. في الوزارة تشرف على 11 بلدية في السلطنة حاليا، وهذه في نزوة، صحار، صور، سمائل، الرستاق، عبري، البريمي، مصيرة، خصب، إبرة، فنجة، بدبد، بالإضافة إلى بلدية منطقة الظفار. وبلدية منطقة العاصمة. وقد تم إنشاء وحدات نظافة في كثير من الولايات للقيام بعملية النظافة لتكون نواة لبلديات ثابتة في المستقبل إن شاء الله.
وكذلك أنشئت عدة أسواق حديثة، وتأسست مجالس بلدية في العديد من الولايات. أيها المواطنون، ومن مفهوم أن الناس سواسية كما علمنا ديننا، وأنه لا فرق بين المواطنين في الحقوق والواجبات، وأن أكرمكم عند الله أتقاكم، فإننا نحرص كل الحرص على إقامة العدالة الاجتماعية وفق تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وشريعتنا السمحة. ولذا فقد نظمت وزارة العدل دوائرها في ضبط وتسجيل السكوك والدعاوي والأحكام، كما أن محكمة الاستئناف تعقد بين وقت وآخر في الولايات المختلفة إذا استدعي الأمر لفصل الأحكام في الأماكن التي لا يوجد فيها الخلاف. ولأن السلطة الشرعية قد فصلت عن السلطة التنفيذية، أصبح من مسؤولية وزارة العدل إنشاء محاكم وبيوت للقضاة في الولايات، وقد تم فعلا إنشاء بيوت للقضاة في كل من بدبد، بريمي، شناص، ودبا، مزودة بالماء والكهرباء تمشيا مع متطلبات العصر. كما ستشيد بناية مستقلة لمكاتب الوزارة تجار التوسع والتطور، إضافة إلى بيت يشيد في مسقط ليكون مقرا للقضاة في حالة استدعائهم لمهمة تتعلق بأعمالهم. ويهمنا دائما أن تسود العدالة كل أفراد الشعب، وأن يكون الإنصاف شاملا كاملا لكل المواطنين. أيها الأخوة، يطيب لي أن أتحدث إليكم الليلة في هذه المناسبة العزيزة، مناسبة احتفالنا بعيدنا الوطني الخامس، ذكرى انتقالنا من فترة تاريخية باتت من تاريخ الماضي إلى مرحلة تاريخنا الحديث، أنا أتطرق إلى سياستنا الخارجية وعلاقاتنا الدولية من خلال إنجازات وزارة الخارجية. كلنا نعرف كيف كنا قبل يوليو 1970، وكلنا نعرف أين أصبحنا اليوم في نوفمبر 1975. 5 سنوات مضت، نحتفل اليوم بمرورها ونستعرض مرحلة التحول الكبير
في تاريخ هذه الأمة العريقة، وما تم على الصعيد الداخلي أوجزناه لكم. أما على الصعيد العلاقات الدولية فإنني سعيد جدا أن أقول أن عمان اليوم تشارك في معظم المنظمات والمؤتمرات الدولية، سواء أكانت تحت إشراف الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، أو تحت إشراف منظمات عربية أو إسلامية أو دولية أخرى. ولقد تمت زيارات للأشقاء والأصدقاء، قمت بها شخصيا، وكانت مؤتمرات شاركت فيها باسم عمان إثباتا لوجودنا الفعال في هذا الجزء من العالم. إننا ننتمي إلى الأسرة الدولية، نحدد سياستنا بمنتهى الوضوح، يد تبني في الداخل ويد تمتد بالخير والعطاء والمشاركة الفعالة في أحداث العالم وتطوراته. أيها المواطنون، في الداخل والخارج لا بد من كلمة صادقة، من خبر صحيح في صورة مشرقة تنقل ما يدور على أرض عماننا الحبيبة، وتعكس الأعمال الجسام والآمال الكبار لشعبنا. هذه الكلمة الصادقة وذلك الخبر الصحيح يدخلان إلى بيوتنا وبيوت غيرنا بدون إثارة ولا تهويل، دون ضجة ولا إزعاج. نحن نريد أن نعرف أنفسنا ويعرفنا العالم كما نحن تماما، ويهمنا كثيرا أن يعرف المواطن العماني بالذات ملامح مسيرته الضافرة التي حققها بعزمه وإرادته وتعاونه مع حكومته، فهو أولا وأخيرا جهاز إعلامي حي تؤيده الإنجازات العظيمة التي يراها بأم عينه على ساحة وطنه الغالي. أيها الأخوة، إن وزارة الأعلام والثقافة هي المرآة التي تعكس منجزاتنا وتطورنا. ويسعدني أن أقول إن التلفزيون العماني اليوم بدأ إرساله أيضا في المنطقة الجنوبية ليغطي مساحة جديدة من هذا الوطن الحبيب، يساهم إلى جانب تلفزيون العاصمة في إسعاد وتثقيف المواطن ونقل الصورة الحقيقية لحياته الجديدة وآماله المرتقبة. إننا على طريق التقدم سائرون، وخطتنا المقبلة هادفة طموحة، وأجهزتكم الإعلامية المختلفة وقد نمت وترعرعت
كفيلة بأن تنقل إليكم أينما كنتم قصة شعب آمن بوطنه واتخذ مساره بوعي وتفهم، ولن يرضى عن حياة غير حياة العزة والكرامة بديلا. أيها المواطنون، من خلال استعراضنا لجهاز الحكومة ننتهي إلى أن وزارة الأشغال العامة بإداراتها المختلفة هي المسؤولة عن تنفيذ كل مشاريع الوزارات الأخرى، فكل مشروع نفذ في أي وزارة كانت نجد أن وزارة الأشغال العامة هي التي أشرفت على تنفيذه، حتى وزارة شؤون ديواننا السلطاني التي تكمل ما تعجز عنه ميزانية بعض الوزارات استكمالا لخطة البناء والتعمير ودفعا لعجلة التطور والتنمية، توكل ببعض مشروعاتها إلى وزارة الأشغال كذلك. وإننا إذ نأمر وزارة ديواننا بالمضي قدما في سد الثغرات المالية إنما ننطلق من مفهوم أن الخير خير عمان وأن الكل في خدمة عمان. أيها الأخوة، إن المنجزات التي أتحدث عنها إليكم ما هي إلا الخطوط العريضة والعلامات البارزة الملموسة على طريق النهوض ببلادنا، أما التفاصيل والأرقام والمعدلات فإن المسؤولين في الوزارات المختلفة سيحدثونكم عنها بإسهاب من خلال التلفزيون كل في دائرة مسؤوليته. ومهما حاول البعض أن يشكك في قدرتنا المالية وفي كفاءة جهازنا الحكومي فإننا نقول للأصدقاء اطمئنوا فنحن بخير، وقد تضاعفت ميزانيتنا منذ عام 1970 12 مرة كما يعرف الجميع. أما الأعداء الذين يسوءهم تقدمنا فنقول لهم موتوا بغيظكم، إن الله عليم بذات الصدور. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير، والله معنا، وكفى بالله نصيرا. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you very much.